الاخوان السلام عليكم، كل شيء بخير، امور مزيان، صحه والعافيه، باش كتعاودوا كل شيء بخير. نتمنى من الله الفيديو يلقاكم على خير. تحيه لكم. صراحه مؤسف، يعني كنشوف بعض يعني التعاليق عند الاخوان بالنسبه للمواعيد ديال اسبانيا، كيلقى واحد المشكل كبير بالنسبه للمواعيد ديال اسبانيا، ما كيلقاوش المواعيد بالحكم بان كازا كبيره، يعني تبارك الله كازا، يعني كاينين بعض الجهات اللي تابعين كازا كيدعوا حتى هما هي، وكتلقى واحد المشكل كبير بالنسبه للمواعيد والضغط الكبير. يعني كنعرف انا اخوان يعني ديجا دابعين في شهور قبال، يعني في شهر يعني ما بين 6 5 2 4، يعني باقي ما جاهمش الموعد، يعني باقي ما لقاو ما جاهمش، يعني بالنسبه للفيزا ديالهم باقي ما جاهمش على حساب الفيزا ديالهم. بالنسبه للمواعيد الاخوان كما كنعرفوا هاد الاواخر الاخيره ولات يعني الاقتراض كبير بثمن خيالي، بالحكم بان كازا كما كنقول لكم بان كازا عندها ضغط كبير. كنشوف عاوتاني بعض الاخوان يعني كيتجهوا لدول اخرى بحال اوروبا الشرقيه، منها كرواتيا، منها الصرب، منها رومانيا، يعني من الدول هادو يعني حتى هما كيعطيو فيزا شنغن. علاش؟ حيت هما داخل الاتحاد الاوروبي. بالنسبه لاخوان نرجعوا للموضوع ديالنا، بالنسبه لاسبانيا نصيحه من عندي، يعني اللي بغى يتباع ما يتباعش في هاد الاواخر الاخيره ديال شهر 8 وشهر 9، يخليه حتى تنفس القضيه شويه، ما يبقاش داك يعني هذاك التراكم بالنسبه للمواعيد، يخلو شويه اولا يتجه دول اخرى بحال النمسا، بحال كرواتيا، بحال صربيا، بحال رومانيا، بحال بعض الدول هادو تيكونوا مزيانين بالسياحه ديالهم، ونسبه القبول كتكون حتى هي مزيانه 100%، وبالنسبه لدوله مالطا كذلك. عندك البرتغال حتى هي مزيانه في هذه الظروف هذه، واخا البرتغال حتى هي عندها واحد يعني الاقتدار بالنسبه للمواعيد ديالها، ولكن ضروري كيكون حل بالنسبه للمواعيد ديال البرتغال. دابا حاليا كما كتعرفوا بان الموسم الدراسي قرب، يعني تتكون هذيك التاشيره ديال الموسم الدراسي، يعني الاخوان اللي كيقراو على برا حتى هما يعني كيكون واحد الاقتدار بالنسبه لهم، حتى هما كيبغوا المواعيد ديالهم باش يلتحقوا بالمدارس، يعني مشكل كبير بالنسبه لكازا. كما قلت الاخوان انا ديما كما تنقول الاخوان انا ديما ترجع الفيديوهات ديالي، اللي خاصها شي حاجه مرحبا، شي استشاره مرحبا، بالنسبه للمواعيد شي حاجه مرحبا، كنقولها في الفيديوهات كاملين. وبالنسبه للاسباني ما تدعوش حاليا، دابا راه كاين مشكل كبير في المواعيد، يعني حاولوا تصبروا شويه اولا التجهوا لبعض الدول اللي قلتهم حاليا، دابا عندك بحال مالطا، بحال كرواتيا، بحال النمسا، بحال صربيا، بحال بلجيك، بحال المانيا، لوكسمبورغ، بحال بعض الدول اللي تيكونوا مزيانين في السياحه، غير لي دوسي اللي كيكون لي بابي ديالك يكونوا مزيانين، يعني بالحكم يعني خاص يكون الورقات كامل عندك مزيانين. وشوف هاد الحصان ماركي كما كنقول جميع الفيديوهات ديالي، ونتمنى من الله هاد المشكل يتحل، يعني ما يبقاش هاد الاختناق اللي كاين في كازا بالنسبه لاسبانيا، يعني الاسباني ولات كتعرف واحد الضغط كبير بالنسبه للمواعيد. نتمنى من الله يعني يفكوا هذا المشكل هذا، والاخوان كان الاخوان ياخذوا المواعيد ديالهم باش يلتحقوا بالمدارس ديالهم او بالسياحه او بالعمل ديالهم. هادشي اللي كاين الاخوان. بالنسبه للاخوان كما كنعرفوا بان الوثائق ديال الفيزا شركه الاسبانيا راه معروفين، يعني بحال جميع الوثائق، ما كاينش الاختلاف في الوثائق كقطاع عام او قطاع خاص، او بالنسبه للناس الحرف او الناس اللي كيديروا التجاره او الناس اللي عندهم سجل تجاري. وبالنسبه للاخوان بحال الدول الاخرين راه كذلك حتى هما مزيانين في السياحه، يعني واحد يجرب حد الدول الاخرين، يعني بلا ما يعني يبقى محكر على واحد الدوله، لان واحد الدوله ما عندها واحد ضغط كبير. بالنسبه لي جرب حد بعض الدول بحال الدول اللي قلتهم انا حاليا، حتى هما راه مزيانين في السياحه ومزيانين في العمل ومزيانين في اي حاجه. هادشي اللي كاين الاخوان، نتمنى من الله التوفيق للجميع. بالنسبه للاخوان كتجيني واحد بالنسبه اللي ما خدامش، اللي ما خدامش الاخوان كاين واحد شهاده الضيافه او شهاده الضمان، يعني كيضمنك شي واحد يعني بالوثائق ديالو ديال الخدمه المهنيه، يعني اي حاجه راه عندها الحل ديال الاخوان، راه ما كاينش شي مشكل تقريبا، يعني كل شيء عنده الحل ديالو. المهم الاخوان كما كان نرجع نقول لكم في الفيديو ديالي، اللي خاصها شي حاجه مرحبا، اللي بغى يتواصل معايا راه تنخلي النمره ديالي في صندوق الوصف، يعني النمره ديالي تمايا. وبالنسبه للاخوان سولني واحد اخ على دوله البرازيل، الاخوان اللي ما عارفش ان دوله البرازيل كتحتاج غير جواز سفر، يكون عندك واحد المبلغ في البنكه وكتقطع على حجز الطياره والفندق، هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنى من الله يعني
اسبانيا، يعني لومباساد ديال دولة اسبانيا، يعني يحلوا هاد المشاكل ديال المواعيد اقرب وقت. علاش؟ حيت الناس كلها كتسنى المواعيد بالاكتظاظ، يعني مشكل يعني كبير كبير بزاف. يعني كتلقى الملايين من الناس يعني واقفين يعني في يعني في باش يدفعوا الملفات ديالهم. يعني الكترات، يعني انا كنشوف الخيال العلمي، يعني تبارك الله، يعني الخيال خيال خيال. يعني كتلقى تبارك الله شحال من واحد واقف تما، يعني كتصدم بهذاك العدد الكبير ديال الناس. المهم نتمنى من الله التوفيق للجميع، ونتمنى من الله يحلوا هذا المشكل ديال الازمه ديال المواعيد، نتمنى من الله يعني اقرب وقت. وبالنسبه للاخوان البرتغال تاعي كذلك راه بلات مزيانه، بالحكم البرتغال بالنسبه للمدن اخرى بحال تطوان، نادور، طنجه، بحال دوك النواحي مزيانه حاليا. دابا كازا تنقول لكم واحد شويه، كازا يعني المواعيد ديالها شويه يعني كنحاولوا نتقاتلوا معها. واللي خاصها شي حاجه مرحبا الاخوان يتصل بيا، راه تنخلي النمره ديالي في صندوق الوصف. هذيك راه فيها يعني فيها يعني تواصل معايا ديريكت او الواتساب، رساله عبر الواتساب. هادشي كي الاخوان، وجميع الخدمات راه كاينين، يعني جميع الخدمات، يعني حجز الفندق، حجز الطياره، اسوانس فياج، اي حاجه كاينه الاخوان مرحبا بالجميع. نتمنى من الله التوفيق للجميع، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. واللي شاف هذا الفيديو يخلي لي واحد لايك، علاش؟ باش الفيديو ديالي يلوم الناس اخرين ويوصل للناس اخرين اللي ما عرفهاش. وشويه ديال الصبر الاخوان، راه كل حاجه غادي تحل. وبالنسبه للاخوان، غادي لكم واحد الفيديو على رومانيا. رومانيا الاخوان، اول حاجه غادي ناخذ واحد المقطع بالنسبه لرومانيا. رومانيا الاخوان كتبغي ضروري انفيتاسيو، يعني دعوه من شي واحد في رومانيا، ضروري انفيتاسيو مع حجز الفندق وحجز الطياره وحجز كما قلت الفندق. فوالا هادشي اللي كاين الاخوان. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، ونتمنى من الله يعني يحلوا هذه المشكله هذه ان شاء الله بحول الله، والتوفيق للجميع. شكرا كاع الناس اللي متابعاني، شكرا لكم بزاف، وتحيه الاخوان، والسلام الله عليكم.